جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. حان الوقت كي يعيش الشعب الفلسطيني بعد عقود طويلة من التهجير والاحتلال الاستيطاني والعذابات المستمرة كبقية شعوب الأرض حراً فوق أرض وطنه سيداً مستقلاً. أدركت القيادة الفلسطينية تماماً أن عليها أن تنتصر كما انتصرت كل ثورات العالم في عواصم الدول المحتلة. الجزائريون انتصروا في باريس، والفيتناميون انتصروا في نيويورك، وبالتالي على الفلسطينيين أن ينتصروا في تل أبيب عبر خلخلة المجتمع الإسرائيلي وإيجاد حلفاء لهم من داخله لتفريغ خطابه العدائي من محتواه وإيصال الرواية الفلسطينية وجعل التفكير في إمكانية الحلول ممكنا، أو على الأقل لتخفيف حدة العداء والصراع الدموي القائم. ولكن اليمين الإسرائيلي كان حريصا شديد الحرص على منع هذا التواصل والتقليل من شأنه حتى لا يكون قادرا على تجنيد رأي عام قادر من حيث المبدأ على تأييد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لذا أخذ المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في القاهرة عام 69 بعد نقاش حار وحاد، أخذ قرارا بشرعنة التواصل مع قوى السلام في المجتمع الإسرائيلي. تنامت فكرة الدولة الديمقراطية، ما كانتش سهل إنه تكون موجودة، ولما برزت في بدايتها برزت في 68 كمان علم جميعا، يعني وحكاها أبو اللطف، ومن ثم حكاها أبو إياد، ومن ثم حكاها نبيل شعث، ومن ثم المختلفين في الثورة الفلسطينية. وما كانت سهلة إنك أنت تؤمن بأنه في ناس آخرين موجودين. يا سيدي آمنا، بغض النظر عن من أي سنة صار في خلاف على هذا الموضوع في الميثاق القومي ثم الميثاق الوطني على سبيل المثال الفلسطيني، إنما طرحت هاي الفكرة باعتبارها فكرة مناهضة للفكرة العنصرية اللي بتحاول تشمل فقط اليهود الموجودين على هذه الأرض وأنهم يكونوا بلد واحد، ومناقضة لفكرة قرار التقسيم. أنت في نفس الوقت اللي بتعيد فيه كل البلد ضمن سياق واحد لا تناقض وجود الآخر اللي صار موجود. هاي الفكرة كانت دولة ديمقراطية على أرض فلسطين بالمسلمين والمسيحيين واليهود طبعا إنها تكون موجودة. نعم، فكرة نقيضة، فكرة بديلة، فكرة مخالفة، وما زالت صالحة حتى اليوم على فكرة، بمعنى أنه حتى لما الفكر الفلسطيني تطور لاحقا نتيجة المعطيات المختلفة في الوعي السياسي. علينا أن نتذكر أيضا أن الفلسطينيين قد وافقوا على النقاط العشر عام 1973 في بيروت، وهنالك مساعي جدية تمت من قبل منظمة التحرير الفلسطينية لإحداث اتصالات. بالبداية بدأت مع اليسار الإسرائيلي، ثم حاولت أن تتوصل إلى تواصل مع أطراف أخرى بما في ذلك الجالية اليهودية برا في الولايات المتحدة وغيرها من الدول في على سبيل للتأثير. وهذا ليس الهدف من هذه الاتصالات فقط، يعني كما يقولون للتنادم يعني فقط، لا، كان الهدف من عملية التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وكان الهدف من عملية التواصل مع الجاليات اليهودية في العالم هنا هناك، التوصل إلى تفاهم والتوصل إلى تعايش يؤدي في النهاية إلى حل لدولتين. وهذا كان مبكرا، وأستطيع القول أن عقل القيادة الفلسطينية كان يدرك المعايير الدولية والضغوطات الدولية، وأن إسرائيل موجودة في هذه المنطقة بقوة استعمارية كبرى، وكحقيقة ك
كونية، وليس صدفة أن دول عصبة الأمم التي اعترفت بقرار التقسيم عام 1947 قد كانت بأغلبيتها قد اعترفت بوجود إسرائيل، وأن إسرائيل حتى هذه اللحظة مدعومة من قبل دول كبرى هي أعضاء في مجلس الأمن، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها دول أوروبا التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، وكلما سئلت تقول سنعترف في الوقت المناسب. إحنا كنا نمثل مش فقط الثورة الفلسطينية وقتها، كان في ثورات في أفريقيا وفي آسيا وفي نهاية لحقبة الإمبريالية والاستعمار الأوروبي للدول، وبروز جنوب أفريقيا، نهاية نظام الأبرتهايد فيها. يعني كان العالم تموج في الحراكات أنهت حقبة الاستعمار. حقيقة احنا كنا نمثل التيار الحاكم في تلك الفترة، تيار حرية الشعوب، تيار الاستقلال، تيار مناهضة العنصرية، تيار الانتي أبرتهايد. كان هذا التيار اللي احنا عم نشتغل من خلاله، وعم نشتغل بإطار إنساني منطقي، عم نحكي عن دولة ديمقراطية لا طائفية، عم نحكي عن إنهاء العنصرية. والباب الوحيد اللي كان مفتوح من خلالنا على الرأي الفلسطيني هو باب محمود عباس أبو مازن، هو اللي كان مسؤول العلاقات مع الأطر التقدمية في داخل الإسرائيليين، وهاي الأطر التقدمية هي القليلة في تلك الفترة اللي هو يوري أفنيري والآخرين، الأدوري أعتقد من المهمين اللي كانوا موجودين، اللي هم أجوا عند ياسر عرفات رافضين لقصة اللقاء مع منظمة التحرير الفلسطيني يؤدي إلى السجن، ما كانت موجودة. يمكن حتى الآن هذا جذورة قاعدة بتتشعب وبتصمد، ما كانش تقبل سهل، رغم أنه أنت وعيت المتغيرات وصار عندك هاي الفكرة، لكن ما كانش فيه تقبل سهل. طبعا حتى انت شوف، انت مريت مرحله طويله، انت مريت مرحله من 57 حكينا لل 67 وصولا لل 73 74 هاي السنوات، وانت تقول كفاح مسلح، وانت تقول دوله واحده، وانت استطعت في 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 هاي المرحله على انه يعني تخرج من 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 قصه الضعف اللي كنت عايش فيه لمرحلة إنه الامتداد. عم أدركوا تماماً إنه عليهم أن ينتصروا كما انتصرت كل ثورات العالم في عواصم الدولة المحتلة. الجزائريين انتصروا في باريس، الفيتناميين انتصروا في 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 نيويورك، وبالتالي على الفلسطينيين أن ينتصروا في تل أبيب عبر خلخلة المجتمع الإسرائيلي، مدركين ما قاله الروائي الشهيد غسان كنفاني لما قال علينا أن نطرق جدران خزان من الداخل، بمعنى أنت مشان تخلخل المجتمع الإسرائيلي لازم تدخل في صلبه، يجب أن يكون لك حلفاء في المجتمع الإسرائيلي اللي هم الوحيدين اللي في 82 تظاهروا بحدود نصف مليون إسرائيلي في ساحات تل أبيب ضد اجتياح جيشهم لبيروت، بينما لم يتحرك أي مظاهرة في أي عاصمة عربية. المجتمع الإسرائيلي به اتجاهات، وربما منذ تشكل يعني إسرائيل عام 1948 كان هنالك يهود يعني محسوبون في إطار الحزب الشيوعي الفلسطيني، ومحسوبين في إطار اليسار الإسرائيلي، وفيما بعد مجموعة الماتزبن يعني اللي هم اليسار الشيوعي الثوري. أعتقد أن هذه المجموعات كانت منذ البدء تؤمن بضرورة الحل، وكثير من الأشخاص يعني إيلان ببيع على سبيل المثال يعني قال ما لم يقله كثير من الفلسطينيين حول مسألة التطهير العرقي في إسرائيل نحو إيجاد حل عادل وممكن لكي تعيش هذه الشعوب في هذه المنطقة بعيدا عن القتل والدم الدائم. وأنا أستذكر يعني في ختام هذا الموضوع ما قاله شاعر فلسطين والشاعر الإنساني الكبير محمود درويش: تتوالدون في دبابة وتتزوجون في دبابة، أهلا وسهلا.
راح تقضوا العمر وأنتم في دبابة، وهذا موجه نحو اليمين المتطرف الذي لا يريد الاعتراف بحقوق الآخرين. ستقضوا حياتكم وأنتم تعيشوا في الدبابة قتلة ومرفوضين. يعني أنا أذكر أنه كنت شاب مش متزوج عندما وصلت إلى المكسيك ممثلا منظمة التحرير الفلسطيني، والمكسيك كان لها سياسة خارجية مميزة، منبر إعلامي في البلد خاص لشركة دعني أقول أنه مسؤول الأخبار فيها والآمر الناهي بها كان اسمه جاكوب شابوتوسكي، ليس من الاسم فقط، كان صهيوني مش يهودي، وكان يحاربنا بأدق التفاصيل. أنا خدمت في المكسيك 8 سنوات، وهذا الرجل اللي كان يعتبر نفسه بغير رؤساء من قوة إعلامه كان ممنوع أي صحفي صغير أو كبير في تلك المؤسسة الضخمة يقرب علي أو يحكي معي أو يعمل معي مقابلة، إلى أن جاء إعلان الاستقلال في الجزائر 1988، وصارت مظاهرات في البلد تأييداً لفلسطين، البرلمان 2/3 صوت مرحباً بإعلان استقلال فلسطين، فسمحوا على استحياء أنهم يعملوا معي مقابلة. فأنا كنت بستنى سنوات أني أخش هذا المنبر الإعلامي، فأثناء المقابلة على الهواء قلت أنا أطمح أنه حدا أكبر منك في أعلى مستوى بهذه القناة أنه يعمل لي مقابلة على الهواء حتى نشوف الصحب الغلط، أنا بتحدى الزلم هداك ولسه بيقدم برنامج حواري. فشافها أنه شاب صغير بتحدى فقبل التحدي، فاتصل مكتبه يعمل معاي مقابلة بعد 7 سنوات من وجودي بالمكسيك، 7. فأنا اشترطت شرط واحد، بديش تسجيل وبدي على الهواء ومباشرة، غير هيك ما بقبلش، يا مباشر يا ولا شيء. فقبل، أخذت منه في برنامجه الذروي 26 دقيقة، استقال بعدها. نتائج الشغل هذا لا يمكن أن تراها في مدى قصير جدا، لسبب بسيط، أنه أيضا التغيير هو حفر بالصخر. أنت تغير مجتمع تعود، خاض 10 حروب، انتصر على الأمة العربية كلها في 10 حروب، عملنا مئات اللقاءات البيتية مع إسرائيليين وبالتالي هدول الإسرائيليين بالحد الأدنى إذا ما صارش مؤيد للقضية الفلسطينية ترك عداؤه اللامبرر للموضوع الفلسطيني، هاي في من جهة. سوينا مئات المحاضرات في الجامعات الإسرائيلية، نتيجة هذا العمل تشكل برلمان السلام الإسرائيلي اللي فيه حوالي 80 عضو كنيسة ووزير سابق، اللي بتبنوا بشكل مطلق الموقف الفلسطيني بما يخص حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 67. لما صار الاعتراف بال2012 مئات الإسرائيليين من شخصيات اعتبارية مهمة ورجال أمن سابقين كتبوا عرائض للبرلمانات الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما لا شك في أن هذا المسار قد تعمق بالفترة اللي استلم هذا الملف أبو مازن، وهو ليس ملفا حديثا بطبيعة الحال، هو يعني ملف كان ضمن ملفات منظمة التحرير الفلسطينية منذ أن كان أميناً للسر في منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن الوقائع اللاحقة أصبحت تفترض الحديث على مستوى كوني وعلى مستوى دولي عن هذا التواصل، لتأكيد مسيرة السلام ولتأكيد أهمية العيش المشترك في هذا المكان، لأن لا أحد يستطيع إلغاء الطرف الآخر، وهي إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني وإلى جانب تمسكه في أرضه وبقائه في مواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية تمثل مسار متكامل للشعب الفلسطيني. هذا اللي باعتقادي محمود عباس الرئيس والإخوان في القيادة قد فهموها، فاشتغلوا في الساحة الأمريكية على صعد 3 مراكز الدراسات وعلى صعد حتى التيارات اليهودية، وراح التقى مع التيارات اليهودية، وهذا ليس عيبا، لأنه ياسر عرفات قبل ذلك كان يلتقي مع التيارات اليهودية في أمريكا وغير أمريكا، ولولا ذلك لم تستطع أن تجد ثغرة في الحائط الأمريكي.
رغم اللي احنا شايفينه طبعا شيء معاكس اللي قاعدين نحكي فيه، ولكن هذا باب يفتح لمسافة طويلة زمنا. أنت لا تحدث التغيير بين يوم وليلة، إذا أردت أن تحدث التغيير الاجتماعي الفكري الثقافي، هذا التغيير هذا تغيير طويل في ظل الافتراق العربي والتشرذم اللي حاصل. لا نمتلك هذه الأداة لنستطيع أن نحلل على قاعدتها، فبالتالي أنت تحتاج للنفس الطويل، وهو أصلا أحد مبررات الفكرة حرب الشعب طويلة النفس اسمها، وأحد الأنفاس اللي مفروض أنت تتعامل معها هاي المتغيرات في المجتمع الإسرائيلي. رغم ضعف اليسار حاليا إلى فترة الموات، لكن عندك مجتمع عربي عظيم، عربي فلسطيني في 48 عظيم، يقاتل من أجل بلده بشكل لم يسبق له مثيل حاليا وبيشك بأشكاله المختلفة. يعني من خلال الانتفاضة عام 1987 والتي استمرت لزمن طويل، ثبت للآلة العسكرية الإسرائيلية والأمنية أنها عاجزة عن إلغاء طموح الشعب الفلسطيني في الحرية وحقه في الدفاع عن مصالحه الوطنية وضد الاحتلال ورفضه للاحتلال وضد هذا الاحتلال بكل أشكاله المختلفة. من هنا جاء العمل الدبلوماسي الفلسطيني ليستثمر في الانتفاضة في ذلك الوقت، وهذا شرط أساسي من شروط العمل الوطني، أن يشمل المواجهة وأن يشمل العمل الدبلوماسي والتواصل في آن معا، وكل هذا لا فصل بينه، هذا جزء من العمل الوطني العام أو جزء من الدبلوماسية العامة التي تقوم على مبدأ الصمود والمواجهة في مواجهة المحتل وضد أساليبه المختلفة، وفي آن معا نحن نتواصل مع الذي يريد التواصل معنا ويريد التوصل إلى قناعات مشتركة. فكان إحدى المرات الأخ أبو علاء يلتقي في اللجنة الاقتصادية في لندن، وأجا أحد النشطاء اليهود الإسرائيليين وقال له شو رأيك تلتقي مع الوفد الإسرائيلي؟ أبو علاء قال له أنا عندي مرجعية لازم أرجع. رجع لقيادته قالوا له كفي. فكانت تعمل على هذا الخط أيضا إحدى العاملات في السفارة النرويجية، وإجت التقت في إخواننا في تونس وقالت لهم إحنا مستعدين نقدم لكم مكان للاجتماع السري اللي لا يعرف به أحد. ومن هنا ذهبوا اتفقوا الإخوان يروحوا على أوسلو، عقدوا عدة اجتماعات طول سنة 93 لحد شهر آب، وتوصلوا إلى ما سموه إعلان المبادئ اللي أعلن فيما بعد، وفي بنسحبوا الإسرائيليين بعدين فترة انتقالية بنسحب من بعض من الأرض الفلسطينية المدن تحديدا، بعدين بتكون في فترة انتقالية لخمس سنين بيتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 وتقوم الدولة الفلسطينية. كان لابد من البحث إضافة للكفاح المسلح عن وسيلة تواصل مع المجتمع الإسرائيلي. تواصلنا وعقدت الاتفاقيات وإلى آخره، وأنا بعتقد أن قيادة إسرائيل في ذلك الحين كانت مؤمنة بأنه هي أيضا بحاجة للسلام، مش عشاننا عشانهم. وأنا بعتقد اللي قرأ كتاب شمعون بيرس الشرق الأوسط الجديد يستطيع أن يدرك الموضوع بشكل جدي. قال فيه وبتحط تحتها أربع خطوط، قال أن السلام والحرب يطيلان عمر دولة إسرائيل، وعلى قيادة إسرائيل أن تدرس أيهما أقل كلفة للإسرائيليين. لكن لما أعلن وجرى توقيع الاتفاق في ساحة البيت الأبيض ب 13/9/93 طبيعي هذا فتح الآفاق، وتشجع أصدقائنا اللي كنا عاملينهم في لجان التضامن، لجان الصداقة، يعني بهذه المسميات من أهل البلد
وبينهم بعض من المواطنين الفلسطينيين وعرب كمان تشجعوا إلى أن يطلعوا على العلن وتأييد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشرقية، وبدأ يعني نشاط عالمي واسع في هذا الاتجاه. كان طبعا في فرحة عارمة في داخل الوطن الفلسطيني، لكن اليمين الإسرائيلي اللي كان أو الفاشي اللي كان غير مقتنع بالوجود الفلسطيني وخايف إنه أي وجود للشعب الفلسطيني سيكون تهديد وجودي لإسرائيل في رمادية، لذلك كانوا ضد، ودول يضلوا يشتغلوا واستطاعوا يصلوا إلى اغتيال رابين، وكانت نقطة تحول في المجتمع الإسرائيلي اغتيال رابين. السياسيين خافوا، المؤيدين للدولة الفلسطينية والانسحاب من الأراضي المحتلة خافوا. أنتج العمل الدبلوماسي الفلسطيني بشقيه الرسمي والشعبي اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية على حدود 67 والقدس عاصمتها. غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة واقفين معنا لأنه دول العالم الثالث وعدم الانحياز وإلى آخره. وبالتالي أدركت القيادة في 2012 في 4/12/2012 أنه هذا الاعتراف لا يمكن تجسيده إذا الإسرائيليين ظلوا رافضين. الحكومة الإسرائيلية ليست شريك، وبالتالي علينا أن نبحث عن شريك في المجتمع الإسرائيلي. ومن هنا بدأ عمل لجنة التواصل، وأنا أستطيع أن أجزم أن عمل لجنة التواصل مش كلجنة التواصل، عمل منظمة التحرير الفلسطينية بكل أذرعها في المجتمع الإسرائيلي يكتسي أهمية أكثر من أي وسيلة أخرى للنضال. بدك توسع جبهة أصدقائك وتضيق جبهة أعدائك، وإحنا عم نشوف في إسرائيل 4 انتخابات للحفاظ على اليمين المتطرف في قيادة الدولة. مشان إيش؟ مشان يزيدوا الاستيطان ومشان ما يسووا سلام معك. وأنا بعتقد أنه إحنا كمنظمة التحرير الفلسطينية بأدرعها بعملها، مش بس لجنة التواصل، لا هو في شغل مع الجانب الإسرائيلي من كل الاتجاهات، أنتجت عدم استقرار حكومة إسرائيلية في 4 انتخابات.